صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: سمعت أحد الناس وهو يكره البقرة ولحمها، يقول الشرهة على الرسول الذي حللها، فما حكم كلامه هذا وكيف نتصرف معه؟ هذا كلام خطير والعياذ بالله، هذا كلام خطير يقتضي الكفر، ولكن ربما يكون هذا الرجل جاهلا فيعذر بالجهل، أما إن كان متعمدا هذا الكلام فهذا ردة، ردة عن الإسلام. منهم من يقول الشرح على الرسول اللي خلى البقرة عن سبع أضاحي، عن سبع أضاحي، يعني يتنقص البقرة ويعترض على الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا إن كان من الجهل فهو خطير جدا، وإن كان من التعمد فهو كفر وردة عن دين الإسلام. نعم.